وشا، الموقع الفني الأول في مصر. موضوع بتاع سوبرمان انه جه مصر، هما ده اللي خلاني قبلت المسلسل. يعني هي دي الجملة بالظبط اللي خلتني قلت المسلسل ده هيبقى حلو. الفكرة انه انا وجهة نظري ان الورق بتاع المسلسل ده هو التطور الطبيعي للكوميكس بتاعت الفيسبوك بكل بساطة. طريقة ضحك مختلفة عن المعتاد في شكل الدراما او حتى السينما، واعتقد ان دي الطريقة الاقرب للشباب دلوقتي. مثلا كوميك ظريفة على الفيسبوك بتعمل نسب شير رهيبة ولايكس عظيمة، غير طريقة الكوميديا اللي هي بتاعت الكاركتر والإفيه اللي متحضر له من أربع مشاهد قبليها. الموضوع اختلف شوية، الحاجات بقت هيت اند رن، بقت أسرع، بقت الدنيا بقت أسرع بكتير. بشتغل أصلا مع يعني أكتر منتج بيخاف على موضوع الحاجات الخارجة. كتبناها بس هي كاتبينها قبل التتر و فيش تتر اتزاد اصلا. الموضوع كان له علاقه بان احنا كنا في بدايه رمضان، والنازع الديني كان قوي في بدايه رمضان عند الناس كلها كالمعتاد، فالناس بس ما قبلتش الموضوع في الاول، بس بعد كده الموضوع خلاص ما هو ماشي بنفس الريتم. فكره التيت اللي احنا بنحطها ده في احنا مثبتينه على مستوى المسلسل كله. احنا يعني المشاهد بتبقى مكتوبه فقال لها تيت، هي مكتوبه كده، احنا مثبتين ان احنا طول الوقت بنحط تيت. انا ساعات ببقى قاعد في المونتاج بلاقي حلقه من غير تيت بحط تيت على اي كلمه. تمام. يعني الظريف الناس كلها قاعده عامله زي ما تكون فزوره عايزين يعرفوا ايه الكلمه، وهي الفكره في الاخر كلمه عاديه يا محمد بس هي تيت وخلاص يعني عادي. انا حتى قالوا كده، عملت برنت سكرين من السكريبت وحطيته على الفيسبوك علشان تاكدوا هي مكتوبه كده. فيقول لها تيت، والفكرة انه لما انا اوصل اقدر اضحكك في مشهد من كتر التيت اللي اتقالت فيه انت بتضحك عليا ولا حاجة كده عدني لعيب، انا كده تمام مبسوط جدا. وشوشة، رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري،